أسلحة اللي تفيد الجزائر وتفيد الجيش الجزائري، ماهيش أسلحة اللي نقتلوا بها جزائريين آخرين. النظام اللي بعد 19 سنة ما يقدرش يوقف. نحن نعرف أنه كافة الدراسات تقول بأن الحروب الأهلية والداخلية هي حروب داخلية. احنا في الجزائر هو حرب النظام ضد المجتمع، لكن خلينا نسموها حرب داخلية كما يعطوها الأسماء الأكاديمية. حروب الداخلية هذه عمرها المتوسط هو 10 إلى 12 سنة. احنا 19 سنة وما زال مشلح في الأفق نهاية هذا العنف، بل بالعكس ساءت الأمور وازدادت في منطقة الساحل. منطقة الساحل أي منطقة الجنوب الجزائري اللي لقاؤه بالحدود الجزائرية الموريتانية المالية النيجيرية، الأمور ساءت بكثير. ويقولوا أن هناك القاعدة تكبر وتكبر ويسموها الآن أكسي، أي قاعدة الساحل. بعد أكمي عندنا أكسي، والله أعلم يعني فيها، يعني هي المنطقة هناك فيها يعني فيها جماعات صحيحة وتابعة صحيح للقاعدة، ولكن جماعات مخترقة، وهناك جماعات على المخابرات على الدراسة، يعني في ثلاث أصناف من الجماعات. وهناك طبعا الوضع خطير، لأن الآن الفرنسيين متواجدين عسكريا في مالي وفي النيجر، وخاصة عندهم رهائن، والأمريكيين يقولوا أنه إحنا وين موجود الإرهاب لازم نمشوا هناك، ويضغطوا بشدة باش يستعملوا القواعد الجزائرية. هم عندهم اتفاق لاستخدام القواعد الجزائرية، أي لباز ميليتير ألجيريا، معناها لكازيرن ألجيريا، بالرغم أنه كلا الإدارة الأمريكية والعصابة الجزائرية كلهم يكذبوا، لكن أنا على يقين من ذلك. إذن بمعنى أن حدودنا الجنوبية وخاصة منطقة الصحراء حيث يوجد البترول ويوجد الغاز ويوجد المياه بالمناسبة، ويوجد اليورانيوم ويوجد الذهب أيضا بالمناسبة بكميات ضخمة، ويوجد الفوسفات، ويوجد هذه الثروات الضخمة اللي هي حبانا الله بها في الصحراء، والآن أيضا الطاقة الشمسية بالمناسبة. الألمان وعدة جهات أخرى، الفرنسيين الإيطاليين كلهم يريدون الطاقة الشمسية الآن في الصحراء الكبرى، خاصة في الصحراء الجزائرية. هذه الصحراء اللي حبانا بها ربي وضع فيها، مش فقط سكانها يعيشوا في أوضاع مزرية وبائسة، نزيدوا أيضا باسم مكافحة الإرهاب نفتحوها للقوة الكبرى اللي تريد مصالحها هناك. وما فيش لعب مع القوة الكبرى، القوة الكبرى هذه في صراع قوي جدا، خاصة في هذه الظروف حيث الاقتصاد سيء وحيث الأوضاع سيئة جدا متاع العالم. كل واحد يريد أن ينهب ما يستطيع ويأخذ ما يستطيع بحقه وبغير حق من أجل شعبه، وإلا الشعوب الأوروبية كنت تشوفها يثور. في بريطانيا شفتوا الشباب اليزيتيديان، يعني الطلبة ثاروا لأسباب بسيطة لكن ثاروا. في اليونان ناس تثور، وفي إيطاليا وفي فرنسا وكلها، يعني شعوب حية. وعلى ذكر الشعوب الحية، الشعب الجزائري أيضا يبقى من أكثر الشعوب الحية، وحيث كما قلت لكم في البداية شهدت 2010 انتفاضات شعبية، احتجاجات، تمردات مست كثير من القطاعات. طبعا كانت مست أيضا الأساتذة اللي كانوا قاموا بإضرابات دامت عدة أشهر، مست الأطباء أيضا، مست تقريبا عدة جهات، مست الإدارة، إدارة البلدية، إضرابات عدة مرات في البلديات إلى آخره. ولكن أيضا شهدت انتفاضات في أحياء كثيرة، منها هذه الانتفاضات اللي مرت هذا الأسبوع فقط. على ذكر الانتفاضات، ما شفناه في وشايح، منطقة واد وشايح، في منطقة ليبالمي، في منطقة براقي، في منطقة العقيبة، في ديار الشمس. ديار الشمس شهدت انتفاضات مطولة قبل 4 5 أشهر، قبل 8 9 أشهر أيضا، وكلها. والسبب الرئيسي طبعا هناك أسباب متعددة، لكن أكبر الأسباب هو مشكل السكن. وليش الجزائريين مازال، أنا شفت صور مرعبة ربما إن شاء الله تظهر أيضا ربما مع هذا الفيديو، ولقطات من فيديو ولقطات أو صور، الناس يسكنوا في أوضاع مزرية. يعني أنا إذا نذكر قول سيدنا علي، عجبت لمن لا يجد قوت قومه ولا يخرج شاهرا سيفه، يعني شرعا إسلاما الإنسان اللي ما يلقاش قوت أولاده وما يلقاش وين يأكل أو وين يبات، من حقه أن يلفت سلاح حقيقة، هذه باش يدافع على هذا الحق، حق الأكل والشرب
والنوم هذا حق مقدس لكل الناس. يعني كيفاش قدر الإنسان يعيش لما يلقوا 6 7 8 من الناس يعيشوا في غرفة واحدة؟ وهذه ليست خرافة. الوزير ما يسمى وزير السكن قال يستغرب كيفاش الناس تتظاهر في منطقة ليبالمي. طبعا لما الإنسان يعود ساكن في فيلا في حيدرة أو في فيلا في كلوب دي بان كان يسموها كلوب تاع لي بان المنطقة الخضراء الجزائرية، لما يكون هو ساكن في فيلا على البحر أو في فيلا من أرقى المناطق في حيدرة، مش كل سكان حيدرة بالمناسبة، حتى بعض سكان حيدرة يعانوا ساكنين، لكن في مناكن في بارادو أو في سيتي تبيتيتي أو لما يعني الناس ساكنين في فيلات من أرقى ما يكون، إذا كان الإنسان عنده ضمير ما يقدرش يعيش لآخرين. هو وزير بأموال الوزارة وبأملاكها وبالرشاوي وكل هذا، زائد أن الإنسان يعيش في هذيك الفيلات ما يقدرش يتصور 6 أو 8 أو 9 أشخاص يسكنوا في غرفة. هذه ليست مجازا، يعني هذه حقيقة والصور تظهرها. أنا عشتها في القصبة يعني في منتصف الثمانينات، ربما يجي يوم نتكلم فيها يعني وكيفاش أثرت فيها إلى حد اليوم، وربما هي اللي دفعتني باش تكون عندي ربما مواقف معينة، وهو كيفاش الناس تعيش 7 و8 و9 أشخاص في غرفة. ولما نقول غرفة رانا نتكلم على ماكسيموم على أقصى تقدير 3 مترات على 3 مترات، وأحيانا والله ما تفوت 2 مترات على 3 مترات، أي 6 متر مربع يسكو فيها 7 8 أشخاص، الأب والأم، ونجد 3 ذكور ومرات 3 بنات، لدرجة الناس يعيشوا يناموا. لما نقولوها الناس هذه ما يصدقوش، يناموا بالدالة، يعني واحد ممكن يرقد من 12 للربعة باش يخرج على الربعة يخلي مكانه الخو باش يجي يرقد من الربعة للتسعة. زوج أولاد يتقاسموا، في أحيان الأولاد فقط يباتوا برا في الشوارع. كيفاش ما يكونش إجرام؟ كيفاش ما تكونش عصابات؟ كيفاش ما يكونش ناس يصعدوا للجبل؟ وكيفاش ما يكونش ناس يروحوا للبحر؟ يعني يفضل أنه ما فيش مخرج. ولما يكون هذا الكلام ما هوش عمره 5 سنين أو 10 سنين، هذا الكلام عمره كان اللي من 60ات ومن 70ات ومن 80ات. مش معقول أن الناس تبقى، وحنا نتكلم على الجزائر هذه ضخمة ضخمة جدا، شمال الجزائر هو 300,000 كيلومتر مربع، معناها أكثر من مساحة بريطانيا. بريطانيا فيها خمسة بالمناسبة 62 مليون ساكن، الجزائر أقل من 37 مليون، يعني سكان الجزائر 36 والجزائريين برا حوالي 4 و5 ملايين. لما يكون ناس بهذا، والصحراء الجزائرية والجزائر ككل مساحتها 2,381,000 كيلومتر مربع، أكثر من 5 مرات مساحة فرنسا، أو ما يقارب 5 مرات مساحة فرنسا، أكثر من 9 مرات مساحة بريطانيا، نصف مساحة أوروبا الغربية كلها. ومع ذلك حتى سكان الصحراء، يعني في بعض الناس يقول لك هذه كلها صحراء، لكن حتى سكان الصحراء، حتى الناس في بشار وفي تندوف وفي أدرار وفي ورقلة وفي لغواط وفي بسكرة يعانوا من مشكل السكن، ناهيك عن العاصمة كما قلت والمدن الكبيرة، وين أيضا عشرات الآلاف من المساكن راهي في وضع مزري، وخاصة الواحد لما يشوف صور تاع القصبة يعني يبكي الدماء. القصبة كيفاش ولات بشوارعها وبأماكنها، إضافة إلى المزابل وإلى الجزائر كلها أصبحت دوار. يعني هذه نحكي مع بعض الإخوان هناك كيفاش في باب الزوار الأوضاع وين وصلت، يعني باب الدوار قال لي هذه الآن هي باب الدوار وليس باب العاصمة، وأن العاصمة كلها ما هيش فقط مليئة بالقذورات وبالزبالة حشاكم وهذه في كل المدن تقريبا، ولكن أيضا طرق مكسرة ومهدمة لدرجة أن ورانا نعيش، يعني وضع تاع الناس نهار ونهار بشكل كبير. قلبي تعمر من هذا ذكر، ومع ذلك نبقى متفائلين ومتفائلين أن في الجزائر خير وخير كثير، وفي الجزائر شعب يتحرك وينتفض ويحاول. وأنا قلتها دائما نقولها مرة أخرى، أنا ضد الناس اللي يسبوا الشعب ويقولوا شعب رخيص أو يقولوا شعب ما يسواش. حقيقة يعني اللي يقول أن على الشعب الجزائري رخيص سواء عن غضب، لأنه يعني يغضب أن الناس ربما متحركتش، أو عن استعلاء واستكبار، ما فيش أسوأ منه، يعني اسمحوا لي على الكلمة، ما فيش أرخص منه الناس اللي تسب الشعب. الشعب الجزائري شعب عظيم، في يوم ما وقف لأكبر قوة استعمارية في العالم لفرنسا وأخرجها،
لكن الشعب الجزائري ثاق في مسؤوليه وشاق في أبنائه اللي هم منه وكذا، ولكن في الحقيقة هم منه ربما شكلا واسما، لكن لا قلبا ولا عقلا ولا روحا هم تابعين للجزائريين. هم عصابات استولت على الحكم بالقوة وبالدبابة، ومع ذلك يا ليتهم أقاموا ولو استبداد مع تنمية اقتصادية، ولو استبداد مع ما فيش حريات، أعطوا للناس على الأقل حد الأدنى من حد الأدنى من الحاجيات، سكن ومن عمل ومن طرق ومن مدارس. طبعا المدارس حدث ولا حرج، الأوضاع اللي وصلتها المدارس الجزائرية ما فيش، لأن العقول مسدودة وما عندهمش، يكرهوا الشعب ويكرهوا البلاد ويكرهوا، لكن متحكمين فيها. ووصلونا إلى هذه الأوضاع، وحقيقة بلد غني وشعب فقير بيعتم معنى الكلمة. وحقيقة إذا كان لكل دولة جيش فإن لجيش الجزائر دولة، كنا نقول هذا الكلام، لكن الآن أصبح نقول لمخابرات الجزائر جيش ودولة. الآن مخابرات الجزائر لها جيش ودولة ونظام نتاع إنسان مريض ونتاع إنسان فاسد حطوه على رأس الدولة، هم عارفين أنه إنسان كان سارق وكان فاسد بكل ما تعني هذه الكلمة، حطوه على رأس الدولة. والآن ويكيليكس تقول أن خاوته سيدي رقعس، استعملوا هذه الكلمة في ويكيليكس، يعني من أكثر الناس سرقة وقذارة في السرقة، خاوت هذا ليس من الرئيس. مع ذلك نستشرف أمل الجزائر، ونستشرف أن 2011 قد تكون سنة الحسم، قد تكون سنة التغيير، لكن حقيقة التغيير لن يأتي هكذا، لابد له من عمل، لابد له من جهد، لابد له من مواقف، لابد له من تنظيم. وأهم تنظيم، أهم شيء، أن الناس تبدأ تنظم روحها في مجموعات صغيرة. كيفاش نحدث تغيير سلمي؟ كيفاش نحدث تغيير سلمي، ثورة شعبية سلمية، نبتعد على العنف، نبتعد على تكسار، نبتعد على ضرب الشرطي. الشرطة خاوتنا بسطاء، من عائلة فقيرة، شكون يروح شرطي يعني؟ أولاد الكبار القوم وكبار الجنرالات هذوما عايشين في الخارج ويقراوا في الخارج، من اللي يقراوا، وكثير منهم ينهب الأموال وسيدي بورسي اللي يروحوا برا، وحتى لو ربما يكونوا منهم بعض الناس اللي ملاح، لكن هذول هم أولاد كبار القوم، ما همش بوليسية وما همش جدرمية وما همش عسكر، هذا أبناء الشعب اللي ما همش لاقين مناصب شغل، مش لاقين أماكن وين يروحوا له. فهذو خوتنا لازم دايما نتهلاو فيهم، ولازم لكن انتفاضاتنا تكون محسومة ومحسوبة جيدا، أنها تضرب النظام، تضرب العصابات الحاكمة، تضرب الفوضى الحاكمة، ما تضربش أبناء الشعب الآخرين، لأن شعلوا حرب بين أبناء الشعب في التسعينات، ما نش حابين يزيدوا شعلوا حرب أخرى باسم مكافحة الفوضى، أو باسم مكافحة كما رأي نقول الآن مكافحة الإرهاب، يستمروا في مكافحات أخرى ويستمروا في ضرب الجزائريين بعضهم بعض. خلاصة القول ربما هو أنه لابد من تفكير عميق، وأهم هذا التفكير هو أنه عندما تتحرك مدينة، عندما تتحرك حي العاصمة، مثلا تحرك حي النخيل لبالمي، أو تحركة العقيبة، أو تحركة ديار الشمس، أو المدنية، أو الحراش، أو لابد الناس تفكر أن تحرك في نفس الوقت. كان ما فيه مقولة عند التروتسكيين يقول لك نعمل منفصلين لكن نضرب مرة واحدة. هذه المقولة تعجبني كثير، لابد أن تكون داخل الأحياء مجموعات صغيرة مستقلة عن بعضها البعض، مش شرط تنسق مع بعضها البعض، لا، تكون مستقلة، تبدأ تفكر في عملية التغيير. وعملية التغيير هو هذا، أنه إذا أردنا للجزائر أن تنجو من المصائب اللي راهي الآن، لابد من تغيير هذا نظام الحكم. هذا إن شاء الله راح يكون ربما فرص ونتحدث على أشياء عملية دقيقة، كيف نجري عملية التغيير. أتمنى أن تكون لنا فرص كثيرة، سامحوني ربما وجعت لكم قلوبكم، لكن هذا واقع وهذا بلدنا، لابدنا من الحديث عنه، ولابدنا من عمل شيء له كلنا. تحياتي لكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.